مرحبا، كيف حالكم أعزائي المستمعين؟ اليوم احنا قاعدين مع شخص عزيز علينا، صديقنا وعزيز على الإيكوسيستم الأردني in general، السيد الفيصل الدجاني. السيد؟ يس، السيد طبعا. الفيصل صديق إلي شخصي بعد وي كمان، وحابي اليوم نحكي على موضوع معين اللي هو الـ High Performance Teams، اللي هي الـ Teams الـ أو الأفريقا you might say أداءها متميز. فيصل، إذا ممكن نبلش بالموضوع إنه نتعرف عليك أكثر شوي. أكيد أكيد، ويسلموا كثير إنك عم تستضيفني هون، يعني هذا كله من لطفك. وخلص سيد حكيناها خلصناها، بليز خلينا يعني informal. مرحبا، أنا فيصل الدجاني. يمكن بعض منكم بيعرفوني من قبل لأني كنت مع إكسبيديا، وكنت طلعت عملت كذا محادثة مع الجولاج الأردني، الجوردن أوبن سورس أسوسيشن. أنا خريج جامعة الأميرة السومية سنة 2005، كمبيوتر ساينس. بتذكر بال 2003 في واحد من أصحابي الأعزاء اسمه صالح عودة، إجا حكى لي تعال أخرجيك هدول مجموعة ناس اندليت عليهم بيحكوا عن إشي اسمه لينكس وأوبن سورس، وكانت هاي الكلمات كلياً جديدة لي ولا عمري سامع فيها قبل هيك. كنا مكيفين أيامها إنه ويندوز XP كان بده يطلع أو طالع جديد أو something like that، فروحت أشوف شو هو هذا الإشي الجديد الأوبن سورس. وكان في إشي اسمه جوردن لينكس يوزر جروب، كان مجموعة ناس هاويين البرمجة وعلم الحاسوب بشكل عام، وعندهم فكر من ناحية حرية البرمجيات. فبتذكر أول محاضرة قعدت معهم، أول جلسة، كان واحد عم بيشرح عن إشي اسمه كرون جوبز، اللي كان مبدأ يعني فجر لي مخي أول مرة سمعت إنه أوه ماي جاد بتقدر تسوي هيك أشياء. وبعديها صاروا يحكوا شوي عن الباش، وبعدين بس خلصت الجلسة كان في بعديها هيك قاعدة فرندلي، الناس قاعدين وبتحدثوا، وصار يحكوا بتعرف إنه بالأردن سوق العمل عم بيخرج هالقد خريجين اي تي كل سنه، بس هالقد سوق العمل عم بيكبر وظائف كل سنه، كيف تقدر تميز نفسك؟ وهالك يعني كان حوارات جديه عميقه. فانا بتذكر روحت من هذاك اليوم وانا عم بفكر كثير بهذا السؤال، انه عدد الخريجين يفوق عدد الوظائف اللي عم تكبر، فكيف بدك تحط حالك وبحيث انك تقدر تنجح وانك تميز نفسك عن غيرك؟ بهذيك الايام كان في انا بسميه الثالوث بالسوق الاردني، كان يا اما دوت نت، وكان دوت نت شيء لسه جديد كثير بهذيك الفتره الزمنيه، او جافا او اوراكل، سوري سيسكو، بتفوت بالنتوركينج. فانا وكل اللي بعرفهم عم بياخذوا دورات بهدول الثلاثه، والدورات مش رخاص. يعني بتذكر مره سالت على دورات الدوت نت كانت ب 1600 دينار اردني، عم تحكي بال 2003 مبلغ هذا خصوصا لطالب جامعي. فانا صرت احكي طب خليني اشوف الاوبن سورس الجديد هذا، وبلشت اقرا عنه، وتعلمت انه في شيء اسمه اباتشي سيرفر، وتعلمت انه الاباتشي سيرفر كثير احسن من الاي اي اس سيرفر تبع مايكروسوفت. تعلمت انه في لغات برمجه جديده اسمها بي اتش بي واسمها مش عارف شو، تعلمت عن لينكس وكيف الكيرنل تاعه وشو اللي مكتوب فيه، وباش تعلمت عنه كثير، قضيت كثير وقت على التيرمينال وانا عم بشتغل على الباش. فهذا كله فتح لي مخي، قررت انه افوت بهذا المجال. بتذكر لما تخرجت من الجامعة في مجموعة شركات بيروحوا للجامعات وبيأخذوا قوائم الخريجين وبيبلشوا يحكوا معهم ليعزموهم يعني يجيبوهم لمقابلات وهيك. أنا الحمد لله توفيق من ربنا كنت الثاني على الدفعة، فبتذكر في شركة حكوا معاي رحت أقابل عندهم، صار يحكوا بلشوا يحكوا لي إنه إحنا هيك عم نشتغل وإنت شو بتعرف، وحكوا لي إنه هن بيشتغلوا دوت نت وعم بيعملوا ويب سايتس والحكيات، وحكيت لهم يسلموا كثير بس انا كثير مهتم اني اتعلم بي اتش بي، انتم بتشتغلوا بي اتش بي؟ اذا بتشتغلوا انا حابب اني اكون معكم، اذا ما بتشتغلوا انا مش هذا البوزيشن لي. اوكي، وبتذكر يومها المدير صار يحكي لي يعني فيصل انت سابق السوق وانا بحييك انه انت مصر، وكل واحد راح في طريقه. كثير حلو لك انت عم تعمل انترفيو لهم كمان، يعني at the same time you're choosing your path. هذا الجزء يعني بعرفش صار بالصدفة يومها، يمكن لأنه كان في عندي فرصة تانية كويسة على الطريق ففت الانترفيو وأنا مش كتير قاعدت الحالي عليها، ما أعرف ليش صارت هيك بس هذا اللي صار.
فاللي صار انه بحكي لك، انا كان في عندي فرصه ثانيه، كان واحد من دكاترتي بالجامعه عم ببلش شركه جديده وكان معجب فيه وطلب مني اني انضم له. كان في عنده شريك الماني، ويوميتها صحت لي فرصه انه اطلع على المانيا اقعد 3 اشهر اتدرب مع هذا الشريك الالماني، وكانوا بيستخدموا لانجويج اسمها تي سي ال تيكل وفريم ورك اسمها اوبن اي سي اس. فطلعت عملت الدوره تاعتي، كان كل شيء على لينكس، كان بيستخدموا داتابيس اول مره بسمع فيها في حياتي اسمها بوست جريس. كان يعني كله شغلات بالنسبه لي شيء جديد كليا، ومع انه انا كنت الثاني على الدفعه. لما طلعت على سوق العمل اكتشفت انه انا في جاب بين اللي انا بعرفه ووين نحن رايحين. بس بهذيك الشركه كان في الفريق اللي كان مشغل هناك، كان لاحظت انه طريقه شغلهم كويسه، they're getting the work done. اوكي، كنا نروح على اجتماعات مع الكلاينتس، الاشياء بتصير بشكل سلس. فحاولت اشوف شو اللي عم بيسووه هالجماعه. اللي كان عم بيصير انه، وهذا كان شويه غريب على اي، انه في حريه للموظفين هون. يعني بدك تشتغل اختار الوقت اللي بيناسبك. نحن بالنهايه مبرمجين، ما في داعي اكون لابس بدله وجرافيك. ما في هذا الحكي بال 2009 2010 عم نحكي 2005 2005 كنت لساتني فريش خلصت جامعه وطلعت على المانيا. تمام. شو اسمه، ما فيش داعي هذا الفورماليتي العاليه، بتداوم بالساعات اللي بدك اياها. بتداوم بالمكتب، كنت انا الوحيد اللي بروح بشكل يومي. يعني انا في بالي انه هيك الوظيفه، لازم تروح المكتب. فكل يوم الساعه 9 الصبح اكون في المكتب، اضلني قاعد للست المساء قبل ما اروح. بينما معظم الوقت انا كنت الموظف الوحيد اللي بروح. حتى المدير نفسه كان يجي كل يوم. فحبيت نمط انه you're getting the job done وما فيش داعي لكل هاي التعقيدات. بعدين الشركة هاي ضليت معهم 3 سنين، هاي الشركة اللي كان مؤسسها دكتورنا بالجامعة، وبعديها تركتهم وانتقلت لشركة تانية اسمهم إكبس. إكبس كان مؤسسها واحد اسمه جورج حكرة وزميله كريم عرفات، وكانوا مهتمين انهم يبلشوا بذرة للسوشيال ميديا بالمنطقة. فكان عندهم سيرفيس اسمها واتويت، يلا نسيت شو اسمها، إكبس وواتويت، والثالثة آيتوت. آيتوت كان بلوج أجريجيترز أيام 2005-2008 عم نحكي هلا. 2008 كان يعني بلوج أجريجيترز إشي محرز. إكبس كان زي ما تحكي يوتيوب كلون عربي، وواتويت كان تويتر كلون. فأنا اشتغلت معهم على إكبس، وكانوا بيستخدموا تكنولوجيا كمان جديدة كتير علي اسمها روبي أون ريلز. اضطريت اتعلم كثير اشياء. بس هناك كمان كان بشتغل مع يمكن احسن بني ادم تكنيكلي قابلته في حياتي، منذر ابو شيخ. I'm sure you know him. Yes. مع انه الفريق التقني كان نحن الاثنين لحالنا، منذر وانا بس، بس he always managed to push me. He always challenged me. في كل ما نسوي إشي كيف نقدر نعمله أحسن؟ شو الإشي الأحسن الأكبر اللي نقدر نسويه؟ في عنا كان لما يصير في مشكلة وبدنا نعمل ريستارت للسيرفرز، في عنا كان مش عارف يمكن 8 سيرفرز أو هيك، كان نفوت عليهم نعملهم ريستارت مانيولي واحدة واحدة. طب how can we automate that? We were thinking about these things قبل ما يكون في شيف وبابيت وعشالات وكل هدول بابيت ودوكر وهالحكي كله. كنا عم نسأل حالنا هاي الأسئلة، إنه عارفين اللي عم نعمله غلط بس مش عارفين شو الجواب. بعديها هلا انتقلت لكمان شركة اسمهم وايز أوليف، اشتغلت معهم فترة. بعديها رحت على بلو كانجرو. بلو كانجرو كانت ستارت اب أمريكية، فاتحين التك أوفيس تاعتهم في عمان، بيشتغلوا بالبرسوناليزيشن والبيج داتا. كل الهدف إنه نعرف شو الأشياء اللي أنت بتحبها وكيف how to serve you better ads. فهي كانت أكثر من فاسد. نحن بنفيد الماركترز بأنهم نعطيك أدز أحسن، تارجيتينج أحسن للإعلانات تاعتهم، بنفيد المستخدمين لأنهم بيصيروا يشوفوا إعلانات بتفيدهم هن أكثر، ونحن مستفيدين يعني منيح.
ضليت معهم 6 سنين هاي الستارت اب طبعا لانها ستارت اب وي بيفتد بيت اكروس هذا. وهنا كانت اول مره حتقيل لي انا بشتغل كقائد فريق، بلشت انا تكليد ودرجت معهم خلال ال6 سنين لما طلعت كنت دايركتور اوف انجينيرنج اند داتا ساينس. والحلو هناك انه كان في عندنا كثير تجارب بهاي الشركه بالذات، فجربنا اول ما انضميت لهم بذكر المدير كان يحكي لي انه عندنا هاي تاسكس وعندنا كل هذا الشغل وي هاف لايك 6 ويكس تو ديليفر، وكان الشغل مستحيل انه يخلص في 6 اسابيع. فكيف تحمس الفريق، كيف تدفشهم، كيف تخليهم ينجزوا الشغل المهول خلال فتره زمنيه قصيره. وانا كنت اسوي شغلات من غير ما افكر، يعني ولا عمري اخذت تدريب رسمي كيف تكون قائد، ولا عمري اخذت تدريب رسمي كيف تشجع الناس، كيف تحفزهم، الحكي هذا كله كنت اجرب اشياء، واشياء تزبط واشياء ما تزبطش، عرفت علي؟ بس واحده من الشغلات اللي حتى قبل ما انضم لبلو كانجرو كنت شايف انها كثير مفيده اللي هي الشفافيه العاليه، having high transparency and high trust. تمام، فكنت دائما اشتغل مع الفريق انه احاول افهم شو اللي عم بيصير معهم انساني الشغل حتى على مستوى شخصي، احاول افهم شو اللي عم بيصير عندهم. في منهم في مرات ناس كانت تيجي وتحكي لي، يعني وصلنا لمرحله من الثقه انهم يجوا يحكوا لي مشاكلهم الشخصيه اللي برا الشغل، وانا كنت اخذ هاي الثقه بمنتهى الجديه، احاول اساعدهم قد ما بقدر. ما بعرف ليش بس انا في عندي فكر انه هذا الفاصل الاعلاني. انا كنت شو كنا عم نحكي انه كيف شفافيه وانه they trust you بيجوا لك مشاكل. واحده من الشغلات اللي كنت اسويها دائما وما بعرف ليش كنت اسويها، يعني اذا بتحكي لي تحاول تنبش معي انا مش عارف السبب، بس ولا عمري كنت اتعامل مع اي حدا على انه منافس. ولا عمره انه في هالكيكه وعم نتقاسمها انا وياك، والطريقه الوحيده انه انا اكل اكثر هي انه انت تاكل اقل. يعني ما عم تحاول انك انت تضلك فوقهم يضلوا تحت، عم تحاول ترفعهم لعندك. يعني ممكن تحكي فيها هيك، بفكر فيها اكثر انه بدل ما انه I'm trying to elevate them، يعني again this assumes انه I own the elevation. I don't own it when they own it. بتعرف المثل، بتقدر تجيب الحصان للنهر بس ما بتعرف تخليه يشرب. شو ما تحاول تعمل بفريقك انهم هن يطوروا انفسهم، بالنهايه هن لازم يملكوا هاي العمليه. بس انا اللي كنت احاول اسويه انه بدل ما انه نحن نتقاطع بنفس الشيء، احاول اكبر الشيء بحيث انه كلنا نكبر من غير ما انه نضطر انه نتقاطع. يعني وهلا هاي برجع لها هاي لما اوصل لموضوع اكسبيديا. ببلو كانجرو قدرنا نبني فريق تقني، يعني هذه يمكن من اكثر المراحل اللي انا فخور فيها بحياتي المهنيه. ناس that get shit done, you know, they're technically smart, شو اسمه، فاهمين تقنيا، عندهم الدافع انهم يخلصوا الشغل، عندهم الدافع انهم يعملوا شغل بجوده عاليه جدا، عندهم الدافع انهم يطوروا انفسهم، عندهم الدافع انهم يتحدوا انفسهم ويتحدوا. يعني حتى انا كمدير لما اجي احكي لهم شغله هيك، ما كانوا انه خلص اوكي اللي حكاه لازم يصير، لا they would push back، مش منطق، التايم لاين مش منطقي، اللي عم بنطلب هون هل هي الفيتشر الصح ولا لا. وي يوز تو بوش باك على اللي كان مسؤول عن البرودكت، اجاب بايامها ما كناش نفهم مصطلح برودكت مانجر، بس وي بوش باك اون برودكت، وي بوش باك اون بزنس لما يطلبوا شغلات بتايم لاينز مش منطقيه. sometimes we win sometimes we don't. لما كان يجي تاع الماركتنج يحكي لنا لازم تعمل 1 2 3 عشان تزيدوا الجوجل رانك تاعكم، مرات نفوت بنقاش نقدر نقنعهم للإدارة وللبزنس إنه this will harm us، هذا رح يعطينا بوست صغيرة وبعديها رح نوقف الهواء. مرات ما نقدرش نقنعهم ونحكي لهم كنا نشوف شو نقدر نسوي فيه، بس you know let me move forward. بعد بلو كنجرو إجوا إكسبيديا بدهم يفتحوا مكاتبهم في عمان، واتقابلت معهم وحكيت معهم
وانضميت لهم as director. بس لأول سنة ما اشتغلتش إشي بالدايركتر، كنت سايت ليدر، وكان هدفي الرئيسي هو التوظيف وبناء المكتب. فبناء المكتب يتطلب كتير شغلات across such a huge surface area. يعني كنا نحكي مع الليجل، كنا نحكي مع الفاسيليتيز، كنا نحكي مع الريل استيت، كنا نحكي مع الاميجريشن، كنا نحكي مع التاكس تيم، كنا نحكي مع الاتش ار تيم، كنا نحكي مع الريكروتينج تيم، كنا نحكي مع everything. تمام، هذا تو سيت اب ذا اوفيس. بس واحد من اهم اهدافي هاي، يعني مدير بيوم واحد بالدي 1 باول يوم لي في الشغل حكى لي اياه، وظيفتك تبني فريق يقدر يمشي المكتب ويبني سمعة للمكتب. تمام، which is why I asked you about high performance teams. بالضبط، لانه هنا بصفي شو اللي عملناه عشان نحاول نحقق هذا الشيء. كان في عندنا عده جبهات نتدخل فيها. اول شيء الريكروتينج، we were not easy on recruiting. تمام، كنا نوظف ناس، انا لحد هلا مقتنع انه كل اللي وظفناهم هم ناس ممتازين. كنا هون الاشي، وفي كثير ناس اجوا صاروا يحكوا لي يا فيصل طب ليش وظفتوا هذا الشخص في اكسبيديا، او يا فيصل نحن والله عم نشوف ناس باكسبيديا عم بيشتغلوا بس هم مش جيدين تقنيا، او حكي زي هيك. اللي كنا نحن نسويه انه اول شيء كنا نفتش على ناس عندهم اساس صلب بالتقني، بس اهم من هيك عندهم البيهيفيرز الصح. لانه زي ما كان هذاك اليوم ايلون ماسك بيحكي، سكيلز كان بي توت، behaviors are very harder to teach. Oh, sorry, مش إيلون ماسك، كان شو اسمه الـ inspirational سينك؟ سايمون سينك أيوة هذاك. skills can be taught بس الـ behaviors cannot be taught. فاللي صار إنه كنا نركز على الناس اللي، وفي عدة شغلات كنا نفتش عليهم، مثلاً قديش بيقبلوا الفيدباك، okay. قديش قدرتهم to reflect، إنهم ينظروا داخلياً ويقيموا أنفسهم، قديش في عندهم حب إنهم يطلبوا مساعدة، وهذا يستدعي ضرورة إنه يكون عندهم تواضع، قديش إيش في شغلات تانية كنا نطلع عليها. كان في عنا list of behaviors that we actively sought in all candidates. تمام، إذا الواحد ممتاز تقنياً بس ما بيقبلش مساعدة الفريق، هذا ولا عمره رح ينجح الفريق، ولا عمره رح ينجح هو بأي بروجكت كبير. وأي بروجكت محرز رح يكون بروجكت، ما في هدول الأيام اللي إنك تبني بروجكت كامل يخدم ملايين المستخدمين بشخص واحد. راحت هاي الأيام، تحتاج فرق تشتغل مع بعض. فكنا كتير نهتم إن الناس تقبل تسمع من بعض الفيدباك، يكون عندهم تواضع، يكون عندهم بيعرفوا كيف يطلبوا مساعدة. They reflect on themselves. They identify إنه ال teammates are struggling. كمان هاي واحدة من الشغلات اللي كنا نفتش عليها، إنه هل بيقدروا يميزوا إنه زملائهم عم بواجهوا مشاكل ولا لا؟ كيف بيقدروا يميزوها؟ شو بيساووا بهاي الحالات؟ هاي كلها شغلات كنا نفتش عليها بشكل أساسي. وطبعا كل ما يكون البوزيشن اللي عم نفتش وي ريكروتينج فور هاير ليفل بوزيشنز، كنا نركز اكثر على البيهيفيرز هاي. يعني انتري ليفل مش عارف يميز انه زملائه بيحتاج لمساعده، ذات واز اوكي، بس لازم يكون عنده تواضع، لازم يكون عنده استعداد انه يقبل فيدباك، لازم يكون عنده ضمان انه يشتغل مع الناس كلهم. أجل، واحد من الأسئلة اللي كنت أسألها لكل الكانديدات، نحن عندنا توجه إن نبني مكتب جندر إيكول، يكون عدد الإنجنييرز اللي هناك والذكور فيهم متساوي. تمام، شو رأيكم بهاي الفكرة؟ شو بتقدر أنت تساوي لتساعدنا نحقق هذا الهدف؟ تمام، طبعاً تسمع شتى الألوان هنا، في عندك الناس اللي بدعموا هذا الحكي، وفي عندك الناس اللي بيحكوا لك هذا غلط مش لازم تسوي. actively ضد هاي. مرات كنا نعيد صياغة السؤال بطرق مختلفة، مثلا لو كان في عندك زميل في الفريق أطرش أصم، أوكي، شو بتساوي؟ لو عندك فريق بفريقك في عند حدا مقعد، شو بتقدر تساوي؟ تمام، وبتسمع أجوبة. يعني بتذكر واحد من أكثر الأجوبة اللي أذهلني، اللي هو إنه كنت بحكي لو كان في عندك بالفريق واحد أصم،
اوكي كيف تتعامل معه. صار يحكي لي هذا واجب علي انا اني اتعلم لغه الاشاره عشان اساعده واكون جسر له لما هو بده يحكي مع بقيه الفريق ومع الفرق الثاني. هذه هي العقليات اللي كنا نفتش عليها. فبناء هاي بيرفورمانس تيمز يتضمن انه يكون كبدايه عندك اللبنات الاساسيه. You need these bricks. هاي الحجار الاساسيه للناس اللي ممكن انهم يتعاونوا مع بعض، اللي عندهم تواضع، اللي بيقبلوا فيدباك من بعض، اللي ما عندهم نظرية يا أنا يا أنت. تمام؟ وحكيت لك أنا بشوي لما كنت أحكي عن بيوكينجر وحكيت لك بربطها مع إكسبيديا، كان البريزيدنت تاع الشركة شخص خرافي اسمه أمان بوتامي، بيعمل جلسة اسمها وان تيم، أوكي، وبيشجع الناس إنهم يكونوا وان تيم لما يشتغلوا مع بعض. It was like a 4-hour session. هو بيسافر بين المكاتب وبيعملها ليساعد الفرق إنها تتجانس أكثر. وواحدة من الجمل اللي حكاهم لهلا يعني صرت أنا أستعمل هذه الجملة اللي هي I choose to hold a world view of abundance. تمام؟ أول إشي I choose، هو بيختار إنه عنده هاي وجهة النظر عن العالم، مش مفروض عليه، لا هو بيختار إنه أكون هيك. وهذا معناه ضمنيا إنه بقدر إني ما أختار هذا الشيء، بقدر أختار إشي تاني، ولا لازم يكون علي effort ووعي داخلي إنه أنا بدي هذا الشيء. يكون عندي world view. فworld view كمان هذا يعني ما عم بحكي عن بس كيف فريقي الخمسة يشتغلوا مع بعض، لا عم بحكي عن تعاملاتي في الحياة كلها، لما أتعامل مع أولادي ومع مرتي، لما أتعامل مع القرايب، لما أنزل على السوق، لما أكون عم بحكي مع ناس بشركات تانية. It's a world view. World view of abundance. هنا في نظريتين، يا abundance يا scarcity. وscarcity بتحكي لك اللي بيحكوا عنها zero sum game، اللي هو عشان أي حدا يزيد لازم حدا تاني ينقص، لأنه sum total المجموع الكلي دائما صفر محدود، فعشان حدا يزيد لازم حدا تاني ينقص. بينما لما تحكي أنا عندي world view of abundance، السم توتال مش ثابت. فإذا أنا وياك مثلاً في قدامنا فرصة، في طريقة نخليها تكفينا نحن الاثنين. عجبني على موضوع الكيكة، رجعت لموضوع الكيكة أنت. بالضبط. Yeah. بالضبط. هل لما نحكي إنه في قدامنا كيكة واحدة، أوكي، وأنا وياك بدنا إياها، نقدر نتقاتل عليها ونقسمها، وأنا أخذ نص وأنت تأخذ نص، لا أنا بدي أخذ 60% وأعطيك 40%، لا أنا بدي أخذها كلها هيك، ممكن نفتش على كيكة أكبر. بحيث نحن الاثنين ناخذ وحاجتنا وخلصنا. تمام؟ هاي الجمله كثير علقت في بالي. ف لما بدنا نحكي عن هاي بيرفورمانس تيمز، تراست اند ترانسبيرنسي اساسيه عشان الناس تقدر تتقبل انها تعطي وتستقبل فيدباك. تمام؟ لما يكون في عندك ويلد فيو اوف اباندنس، الناس بتبطل تشوف الفريق هو منافس. اوكي؟ نجاحك لا يعني فشلك. لا والله ما بعرف. فنجاحك لا يعني فشلي. ممكن أنا أكبر وأنت تكبر معي. إذا أنا أخذ بروموشن مش معناه إنه أنت محروم من بروموشنز. فلما يكون عندك هاي النظرية بتصير تقدر تبني هذا الفريق اللي كله يساعد بعض للنمو. راح أوقف هون لأني حكيت كثير. بس وحكيت شغلات I would like to follow up عليها يعني. So أنا يعني من فهمته على موضوع ال structuring high performance team in your opinion كتير ما جبت سيرة مثلاً كود، ما جبت سيرة lines of code، قديش بقدر يكتبوا، قديش الكود تبعهم أنظف كود بالعالم. So يعني which is amazing إنه حبيت إنه كيف إنه ما عم تطلع على هاي الشغلات، أنت عم تطلع على شغلات that are human، لأنك عم تطلع عليهم هم team made up of humans، مش روبوتس يعني. خلينا نحكي صح. وبالنهايه نحن يعني هاي اسمها هاي بيرفورمانس تيمز، مش هاي بيرفورمانس تك تيمز. حلو. هذا الحكي بالنسبه لاي فريق، بغض النظر فريق ريكروترز عم بيشتغلوا مع بعض الله يوظفوا، بيحتاجوا هاي الاساسيات الهيومانيتي زي ما انت عم تحكي عشان يشتغلوا مع بعض بشكل عالي الاداء. سيلز تيم، ماركتينج تيم، اي حدا ليقدروا يساعدوا بعض وينمو. بالنهايه إيش الفريق الناجح؟ الفريق الناجح اللي هو مخرج الفريق
أكبر من مجموع مخرج الأفراد. حلو. أوكي؟ إذا عندك خمس أشخاص وكل واحد بنتج 10، إذا الفريق بنتج 50، هذا مش فريق عالي أداء. تمام؟ هدول خمس أشخاص عم بنتجوا مع بعض باسم فريق. أوكي؟ بس لو الخمس أشخاص هدول مع بعض صاروا ينتجوا 90، هذا فريق عالي أداء. إنه الناس بتكبر بعض. ممتاز. Well, by the way, this was my next question, اللي هو إنه كيف أنت بتقيس الفريق عالي الأداء؟ ويعني زي ما تفضلت, it's about having the sum greater than sorry, يعني إنه يكون مجموعهم أكثر من مجموع الـ individuals. صح. وكنت بدي في موضوع كنت بدي أسأل هون. So أنت حكيت يعني الأداء تبعهم, بس الأداء هل هو بـ stories, هل هو بـ lines of code, هل هو كيف بتقيسه؟ يعني أنت أوكي حكيت إنه الرقم يكون أعلى, بس هذا الرقم كمان إيش رقم إيش عدد ال حلو حلو. هنا برجع لشو الفاليوز تاعت الشركة, شو ال principles تاعت الشركة والpriorities تاعت الشركة. تمام. بالنسبة للسيلز تيم يمكن هذا الرقم يكون التوتال سم اوف ماني ولا توتال ماركت شير ولا توتال نمبر اوف كلاينتس, هن بيحددوا هذا الشيء. تمام. بقدر احكي لك انا هلا بشتغل في بفيسبوك, التركيز الرئيسي والشيء الرئيسي اللي بنستخدمه لتحديد الفاليو هاي هو الامباكت, شو نتيجه عملك. عرفت علي؟ اذا بنيت لي احسن سيستم في الدنيا والكود تاعه يعني الناس بتحلف عليه وبتتعامل مع الفريق بأحسن طريقة ممكنة. تمام. يعني خلاص اسمك صار بعالم الأوبن سورس, بعالم البرمجة, أنت المرجع لهذا النوع من المشاكل. بس السيستم اللي بنيته ما حقق أي إمباكت, ما ساعد الناس تكونكت بيتر, ما ساعد يحرك اي من المؤشرات اللي بتهم الفريق, زي مثلا السيلز تيم بيهمهم يزيدوا المبيعات مثلا, ما حقق هاي الشغلات كلها, ما لهش معنى. فلما يكون امباكت, again this is very subjective, لانه شو معنى امباكت بيختلف من شخص لشخص. تمام. يعني من شخص لشخص وطبعا من شركه لشركه. عشان هيك انا بلشت لك بشو البرنسبلز والفاليوز تاعت الشركه. هون بتقدر تبني شو معنى امباكت والبزنس موديل يعني في كمان. yes. اكثر يعني انت عم تبني شيء ساس, انت عم تبني شيء اللي هو عم تبيع لايسنسز, فانتوا yes. بتعملوا ريليسز اقل بالسنه مثلا, مش اون مانثلي بيسس خلينا نحكي او ديلي بيسس. طب يعني فانت اذا فهمت صح انا outcomes versus output, is that statement correct؟ يعني sure we can go with that. outcomes versus يعني outcome, خلينا نحكي اليوزرز تبعون البزنس تبعنا صاروا بيقدروا يعملوا إشي بطريقة أحسن, انبسطوا أكثر. نعم. versus output اللي هو أنا سكرت 25 ستوري هذا السبرنت. ما له مش معنى هذا الرقم مجرد, يعني كيف تقيسه 25 ستوري؟ أوكي ممكن 25 ستوري هذول خلصتهم بنص ساعة لأنه كل واحدة فيهم تصديق خطأ إملائي على صفحة وما بدوش أي نوع من الجهد. شو معنى إنك خلصت قصص أكثر؟ Right. ممكن أقضي أنا شهر كامل أعمل فيه يمكن 5 كوميتس. أوكي. بينما زميل لي عمل 1000 كوميت بهذا الشهر. بس الخمسة كوميتس تاعوني غيروا الفاونديشن تاعت السيستم وسمحت إنه يفتح بزنس جديد. بينما الألف كوميت هذيك بس كانوا يضيفوا UI widgets على الويب سايت. تمام. مين الإمباكت تاعه أكبر؟ أجل يعني الأرقام هاي كتير. بعد ممكن أكتب 1000 كوميت, هي كوميت واحدة 999 تصليح لإلها. صح. يعني عدد يعني الأرقام هاي مجردة ما إلها معنى من حالها. عدد lines of code الـ ممكن تستخدمهم لقياس جودة الكود. تمام. وأنا ما بدعم هاي النظرية كتير بس you can somewhat. بس بالنهاية مش انت مش البزنس مش قائم لتكتب كود. صح. تدبر فاليو قائم لا 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 انها تنتج اكبر عدد كود, اكبر عدد كوميتس, اصغر عدد من الكلاسز والموديولز. لا لا, الشركة قائمة لتخدم بزنس لتحقق هدف.
شو انت عم بتساوي لتحقق هداك الهدف. هيك القياس لازم يكون. حلو. طيب الفيصل، حاب اسال شيء شوي اللي هو عم يسالوني عنه الناس، مثلا من ستارت ابس. بتعرف انه احنا لما نشتغل مع مالتيبل ستارت ابس ففي ناس بيسالوني عنه. الهاي بيرفورمانس تيم لازم يكون من ناس قدام صار لهم بعد فتره، ولا لازم اضلني ابدل ناس؟ لانه يعني انا سمعت شغلات زي انه لما يصير يكون تيم قديم بصفي كثير ماخذين على بعض، بصفي هم شله واحنا شله، يعني احنا هيك البزنس شله والتيم شله. شو رايك عن هذا الموضوع؟ يعني خلينا نحكي عن الايجينج تبع الممبرز اوف ذا تيم. موضوع مضحك، خصوصا موضوع ابدل الناس. يعني خليني كبدايه، انا لا اؤمن بنظريه انه اي حدا ممكن يبدل اي حد تاني. هاي قناعه شخصيه يعني. مش والله هذا عنده سيرتيفيكت بيعرف يبرمج منيح جافا 10، وهذاك عنده سيرتيفيكت بيعرف يبرمج منيح جافا 10، فمعناه بتطلع واحد وبدخل ثاني وايفريثينج ايلس ويل ستي ذا سيم. اوكي، الموضوع كثير اكبر من هيك. فانا لا اؤمن بهاي النظريه. هلا انا معك انه الناس مع الوقت they can become start to be blind. عرفت علي؟ انا وياك متعودين كثير فاهمين على بعض، بنصير دائما نفكر بنفس الطريق. عرفت علي؟ او بنفس التشعبات بهذا الاتجاه، بس اي تشعبات بهذا الاتجاه ما عم نشوفه. مش غلط انه تضيف زي ما بيحكوا فريش بلود كل فتره وفتره، تجيب عيون جديده تكشف لك شغلات انت مش شايفها من قبل. That there is value in that. بس high performance teams are teams that know and trust each other. وهذا الاشي بده وقت، وهذا الاشي لازم. يعني انا مش فاهم ليش تبني الفريق اذا بدك تهدمه. تمام. Again ال team building بمر باربع مراحل. اوكي، اول اشي forming، لما تشكل الفريق تجيب الناس ولا حدا بيعرف الثاني، الكل لساته شويه هيك رسمي او يعني مش ماخذين على بعض كثير. بعديها storming، forming then storming. storming لما الكل يدق في بعض، لسه انا وياك مش فاهمين بعض، لا يا زلمه ليش هيك بتعمل، ساعدني، مش عارف، مش لساتنا بدنا نبني البروسيس تاعتنا. تمام، مثل هذا الفرق. بعديها بتيجي norming، لما نبلش to normalize طريقه عملنا مع بعض، فهمنا لبعض، طريقه التفكير تاعت الفريق، يبلش يصير في شخصيه للفريق. حلو. رقم أربعة هي performing، لما يبلش الاداء العالي يطلع. اوكي، فلازم اول شيء تجمع الناس، وراح يمر بفتره انهم كلهم يتقاتلوا مع بعض، بعدين ما يفهموا بعض ويصيروا normalized. لا بابا انا باجتماع هلا، بابا انا باجتماع هلا، بابا هذا عم بتصور راح يطلع على النت، هلا انت راح تطلع على النت. we would cut it maybe اذا بدك زي ما هذا. ف شو اسمه حكينا نو فورمينج ستورمينج نورمينج، لما الناس تبلش تفهم على بعض، وبرفورمينج خلص صاروا فاهمين بعض، صار عندهم طريقه تفكير، عندهم بروسيسز، بيعرفوا اذا هذا غلط كيف انه الثانيين راح يضغطوا عليه، اذا حدا غاب شو بدك تساوي. لما يكون في هاي برايورتي وواحد مش ملحق، كيف التيم كله بيصير يساعد بعض ويشد مع بعض. نظريه نحن وهن، هاي النظريه أجل كثير بتصير. ما بدي أكون ستيريوتيبيكال أحكي لك بالميدل إيست بتصير أكثر من الباقيين، لأنه مع تجربتي مع إكسبيديا اكتشفت إنه هذا الإشي مش ستيريوتيب، هذا إشي مش مزروع جواتنا، هذا إشي بيصير لأنه البيئة اللي حوالينا بتجبرنا إنه نفكر هيك. بس زي ما إنه مدير الفريق لازم يخلي الفريق يتجانس هيك، مدير الفريق لازم يخلي الفرق تشتغل بهذا، ومدير مدير مدير الفريق لازم يخلي الديبارتمنتس تشتغل مع بعض هيك، رئيس الشركه لازم يضمن انه الديفرنت بزنسز عم بيشتغلوا مع بعض هيك. ف هذه ما بتسويها على ليفل واحد بتوقف. اجين هذا برجع مره ثانيه شو البرنسبلز والفاليوز تاعت الشركه. كثير ناس هذاك اليوم كنت عم بساوي كنت عم بعمل جلسة مع لومينوس لناس بدهم يخلصوا البوت كامب تاعهم، وانه how to have a successful interview، how to land your first job. قلت لهم جزء كتير كتير مهم انه انت تسأل الشركة،
وانت تو انترفيو الشركه انهم يكونوا ملائمين للفاليوز تبعونك، لانه اذا بيدفعوا كويس وبيشتغلوا بالتكنولوجيا الملائمه لإلك وبيسووا كل شيء بس قيم الشركه وقيمك مش مرضعه، ما راح تنجح هناك. اذا الشركه كثير منفتحه وانه اي حدا بيحكي مع اي حدا ومش عارف شو هذا الحكي كله، بينما انت بتحب تشتغل انه لا ممنوع حدا يحكي مع فريقي الا من خلالي انا، تمام؟ وقتها علاقتكم ما راح تكون ناجحه، الا اذا انت عندك القدره انك يا اما تغير نفسك يا اما تغير الشركه. اوكي. نفس الشيء اذا كانت الادوار بالعكس، اذا الشركه كثير مسكره وانت بتشجع انه الناس كلها تحكي وتتفاعل مع بعض. يا حلو تمام. برضو انت طرقت لشيء اللي هو انا كنت اساله كمان، بحب كيف عم ضل يفتح المواضيع بعض. سو انت حكيت تيمز، سو في كمان شيء اللي هو مرات بيصير اللي هو انه الشركه بتخلي ليش احكي بتقلب التيمز على بعض، بس بتخلي التيمز يتنافسوا. صح. سو في طريقتين، يا بتخليهم يتنافسوا وهي المنافسه تكون واضحه وعندهم كي بي ايز وهذا التيم عمل هالقد وهذا التيم عمل هالقد فهذا التيم احسن من هذاك، وفي ناس بكون متناغمين اكثر. ويعني بحسب رايك انت، حسب اللي شفته من خبرتك، شو بتفضل اكثر؟ انا بحكي كليفل تيمز مش كليفل انديفيدجوالز. فاهم عليك، فاهم عليك. اجين اللي بنطبق على الفرق بنطبق على الافراد. في منافسه صحيه وفي منافسه غير صحيه، صح؟ الهدف الرئيسي اللي لازم تخليه في بالك، هل هذه المنافسه رقم واحد عم تدفع البيهيفيرز اللي انت بدك اياهم، وهل عم تدفع للنتيجه انت بدك اياها، تمام؟ لانه في هذاك اليوم كنت عم بحضر سيشن بيحكوا لك اذا كان في عندك فريق كره قدم، اوكي، وحكيت لهم اسمعوا يا لعيبه، كل مره بتفوزوا بجيم كل واحد له $1,000,000، اوكي. الفريق كله راح يشد انه يجيب الفوز، انه يفوز الجيم. اذا قررت انك تقسمهم لفريقين، اوكي، يا هجوم كل مره بتجيبوا جول لكم كل واحد له $1,000,000، ويا دفاع كل مره بتمنعوا جول كل واحد له $1,000,000، تمام؟ برايك هذا الاشي بيساعد انه الفريق ينجح ولا لا؟ يعني انا بحس رح يصير في مس الاينمنت يعني رح يصير مس الاينمنت كبيره. ليش؟ لانه الهجوم مثلا رح يكون بيفضلوا انهم يخسروا 10 مقابل 15 على انهم يفوزوا 3 ضد مقابل 2، لانه بالعشرة بياخذوا $10,000,000 مع انه الفريق خسر، بس they don't care about that. Actually, when you start to optimize your sub metrics you usually de-optimize your main metric. اوكي. هون برجع نفس الحكي لما نحكي عن الفرق، شو طبيعه المنافسه اللي عم بتسويها، وهل انت عم تبني لهم goals that are optimizing sub metrics. اوكي. هلا في منافسه يعني ممكن تكون صحيه، بانه ممكن انه يكون فيها جوائز معنويه اكثر من انها جوائز ماديه. Recognition. وفي كتير دراسات تحكي لك إنه بعد درجة معينة من رفع الرواتب الفلوس بيبطل إلها معنى. إنك ترمي فلوس زيادة على الشخص مش هامه، بس يغطي احتياجاته الأساسية. بعد هيك بده ال recognition، مش عارف شو الكلمة بالعربي، recognition إنه الناس تانيين تميز إنه هو شخص جيد. بده fulfillment إنه عم بيسوي إشي إله قيمة. تمام؟ فالمنافسة الصحية بتكون منافسة بتدعم يعني بقول لك، لما كنت بإكسبيديا مرة رتبت هاكاثون، أوكي، بين مكتب عمان ومكتب الهند جورجان ومكتب سياتل، تمام؟ أجين واحدة من الشغلات اللي عملناها جزء من المنافسة، حكينا إذا الناس اللي بالفريق من أكثر من مكتب الفريق له بونس، لما نحسب النقاط تاعت مين الفريق الفائز، الفريق اللي مقسم
across geographies إلو بونس. فهيك إحنا بدنا إياهم يتنافسوا بس بدنا إياهم يرتبطوا مع بعض. We're pushing for that. عرفت علي؟ الناس اللي فريقهم فيه أكثر من وظيفة مش بس engineers. الفريق اللي فيه ناس من أكثر من وظيفة إلهم بونس. حلو. Product manager, designer, business. لازم يكون إذا عندك designer و data analyst و product manager و engineer أحسن من فريق بس engineers. هون عم نستخدم الهاكاثون لنطلع أفكار لنعمل منافسة صحية بين الناس وبنفس الوقت نشجع الناس أنها تشتغل مع بعض. حلو. عرفت علي؟ بحالات عادة ما بيشتغلوا فيها. يعني ممكن إنه الداتا أناليست والديزاينر ولا عمرهم بيشتغلوا مع بعض. عرفت علي؟ هيك بتقوي الروابط بجوة هذا الفريق. أجل برجع شو الفاليوز تاعتك وشوف شو اللي بيناسب. يعني بإكسبيديا كان مناسب لأنه الناس منقسمة بين اللوكيشنز جيوغرافيكي ما بيشوفوا بعض ما بيشتغلوا مع بعض. كتير سهل إنه يصير في أنا وإنت. كتير سهل. مهني مكتب الهند خبصوا هاي الشغلة. مهني مكتب عمان عملوا لنا هذيك البرودكشن إشي. مهني مكتب سياتل مش عارف إيش. كتير سهل تصير هاي لأنه الناس أوريدي مفصولين. فالهاكاثون ممكن يزيد الفصل هذا لما يكون في مسابقات ونحكي آه والله بس مكتب سياتل هو اللي فاز مثلا. أو بس مكتب عمان هو اللي فاز. أوكي هذا بيزيد الفصل. بس لما أنت تربط الناس بطريقة تانية بطل مكتب عمان اللي فاز صار فريق اللي فيه ثلاثة من عمان واثنين من الهند واحد من سياتل فاز. أوكي بتختلف النظرية. يعني ما راح أحكي لك في طريقة صح وطريقة غلط. أيًا في نظريات إدارية تحكي لك إنه فرد تشد ما تخلي الناس تحكي مع بعض. هي برسبكتيف. أنا لا أتفق مع هذا الفكرة. حلو. يعني بالضبط. أحكي لك. يعني أنا عم بسأل رأيك أنت. من your experience وشكرا for that. الفيصل حاب أحكي بشغلة مش عارف إذا أنت حاب تحكي فيها كتير بس أنا بحس يعني ليش أنا أصلا حسيت إنه أنت رح يعني غير عن your experience ب Expedia your experience ب Blue Kangaroo وهسا إن شاء الله بفيسبوك كمان I'm sure عم تبدع بحس إنه في عندك كمان إشي مميز اللي هو إنك أنت Dungeon Master ب Dungeons and Dragons يعني نعم أنا فخور فيها كثير ليش تخاف إنه نحكي فيها بالعكس أنا فخور جدا بهذا إنه بس عشان عم بربطها أنا سو سو أنا بحس إنه أنت you led so many people in real life خلينا نحكي and you also led people in imaginary scenarios where they had to act as a team صح وأنا كنت واحد منهم يعني أنا يعني بس disclaimer فيصل كان الدنجن ماستر وإحنا عم نلعب Dungeons and Dragons فكتير شفت أنت سيناريوز اللي هي مش بس السيناريوز تبعت الكود وكمت وصار في كونفليكت بيناتنا وتهاوشنا وهيك يعني am I correct in that assumption شو رأيك عن الموضوع أكيد لا أقول لك أنا وmaybe تشرح one minute عن Dungeons and Dragons بس عشان بحس في من المستمعين ما يكونوا بيعرفوا أوكي Dungeons and Dragons هي game زي ما بيحكوا خرافيه انا بشرحها عاده بوصفها هيك انها روايه قصه مشتركه تمام هي انتم بتقعدوا مجموعه ناس حوالين الطاوله وبتحكوا قصه مع بعض والقصه ممكن تروح باي اتجاه حسب شو الناس بتفكر بهذيك اللحظه تمام وفيها شويه نرد فعشان تتحكم كيف القصه بتمشي اجين ما في نص معين لازم تمشي عليه فانت بتحكي لي والله مثلا انا بدي اهجم على هذاك الجوبلين واطعنه بالسيف بحكي لك ارمي السيف النرد نشوف اذا بتنجح ولا وجوا بالي بحكي والله لازم اجيب 15 عشان ينجح اوكي انا كدنجن ماستر تمام وهذا الرقم هيك يعني نص اعتباطي هذا الرقم تمام اذا جبت ال 15 بحكي لك والله هيك قدرت تقتله وغلبته للجوبلين وانقذت اهل القريه من هذا الحكي تمام أما إذا ما جبت ال 15 كيف قصة بدها تروح في مسار تاني لأنك ما نجحت بأنك تهجم عليه فنخترع قصة جديدة يعني مسار جديد للقصة ونصير نمشي فيها فأنا بحبها لأنه أول إشي it's open world نحن بنألف اللي بدنا إياه ونمشي بأي اتجاه ومرات بنمشي بشغلات بتضحك كثير ومرات يعني أنا بكون باني قصة ومفكر إنه أوكي هذا الموقف لازم ينحل بالطريقة هاي والناس بتفاجئني بحلول مختلفة It allows you to explore things in يعني واحدة من الشغلات مثلاً أنا ليش مثلاً بحب كتير science fiction
لانه بيسمح لك تحكي بشغلات اذا بدك تحكي فيها راح تكون شويه تابو. تمام، تقدر تحكي فيها لانه ساينس فيكشن وبتفكر فيها. نفس الشيء بشوفه بدنجن دراجون، ممكن نعمل مواقف نقعد نفكر باشياء عاده ما بنفكر فيها، او اذا بدنا نحكي فيها راح يكون كثير اوكورد انه نحكي مع بعض فيها. تمام، زي بتذكر مره كنت بلعب مع اصحابي اللي باكسبيديا، وكانت القصه انه كان في اب بيسيء لعيلته، وكيف يعني، وعيلته هن اشلاح صاروا لانه قتلهم. انا انذهلت كيف الناس كانت رده فعلها قويه لما واجهوا الأب، كيف هجموا عليه بشكل يعني سمح لهم انهم يعبروا بهذه الطريقه. خلاص اذا بتعطيني مجال راح احكي كثير عن دراجونز. يعني ثانك يو. بس اقول لك هي القصه كلها بلشت بتذكر بال 2006 بلشت العب جيم اسمها وورلد اوف ووركرافت، مشهوره كثير ناس بتلعبها، ودليت مجموعه اصحاب لي يلعبوا معي. كنا نحن الاربعه دائما اونلاين شابكين على سكايب نحكي مع بعض وعم نلعب سوا. انا كنت ساحر، علاء كان المقاتل، ريم كانت درويد، سمر كانت بريست أظن، ناسي. بس نحن الأربعة كنا دائماً عم نلعب مع بعض. ومرة كنا زيارة في بيت حدا وأبوها صار يحكي لنا طب ليش تلعبوا هاي الجيم، يعني بشوفكم دائماً أونلاين وعم تلعبوا مع بعض ليش تلعبوا هاي الجيم. وحنا حكيت له لأنه هاي الجيم عبارة عن شيرد ريسورس مانجمنت. تمام، نحن فرق بسكيلز مختلفة وريسورسز مختلفة، كيف بدنا نتعاون مع بعض لنحل مشكلة. تمام، I think هذا الفكر أخذته معي لما بلشت أشتغل مع الفرق، إنه الناس عندهم سكيلز مختلفة وريسورسز مختلفة، كيف نقدر نوظفهم لنحقق الهدف. و يعني هذا اللي بحاول أسويه بدنجنز أند دراجونز. كتير حلو باي ذا واي إنه كيف مش كلياتهم خلينا نحكي فايترز وبروبلي إذا التيم معمول من أوكي، إذا التيم معمول من فايترز كلياته ما رح probably يكون عنده نفس احتمالية إنه ينجح زي إذا كان معمول من خلينا نحكي دايفرس تيم أكتر. صح. حلو. Actually جربنا مرة بوحدة من اللعب إنه يعمل كل الفريق من نفس الكاركتر، لكن بيكون كتير حلو هذا الكاركتر كتير قوي، كانت تجربة سيئة جدا. لأنه بدك التنوع، you need the diversity. حلو، وهذا الشيء بنطبق يعني على الهاي برفورمانس تيمز ان سوفتوير كمان صح؟ Absolutely. لأنه بالنهاية بتذكر في مرة قرأت دراسة عاملينها اليو ان، أو أظن أنه اليو ان، إنه شو العشر مؤشرات للشركات الناجحة. تمام، من بيناتهم كان في إنه الناس من خلفيات مختلفة، الناس من خلفيات تعليمية مختلفة، يعني ناس من خلفيات مختلفة، عندك المسلم والمسيحي واليهودي والهندوسي والديانات المختلفة، عندك الأفريقي والأوروبي والشرق أوسطي والآسيوي والأمريكي والحكي هذا كله، عندك كل هذا النوع من الدايفرسيتي بالباكجراوند ستاتك. في عندك دايفرسيتي بالإديوكيشنال باكجراوند، أنت دارس كمبيوتر ساينس، أنا دارس إنجينيرينج إلكتريكال إنجينيرينج، حد ثالث معنا دارس تمريض أو صيدلة أو هيك، كل واحد بيجيب طريقة تفكير مختلفة. كان في كمان مؤشرات للشركات الناجحة، بس من ضمنهم هدول التنتين كانوا كتير أساسيين، لأنه الفريق الناجح لازم يكون عنده وجهات نظر مختلفة. تمام؟ كتير بحاول يعني كتير بحاول إنه أضمن يكون في space للناس لتحكي آراء مختلفة. واحدة من الشغلات اللي دائما بسويها أنا actually again مرة كنت بقرأ بالتاريخ حرب 67 حرب يوم الوفرة، بيحكوا لك إنه قبل ما يروح قبل ما الجيش الإسرائيلي يروح لعطلة عيد الغفران عملوا الإدارة تاعتهم جلسة وصار يحكوا شو احتمالية إنه نحن في خطر أثناء هاي الإجازة. حلو، والاستخبارات والجيش حكوا إنه لا، الجيوش العربية بحالة ضعيفة جدا، ما فيش داعي لها، وراحوا بإجازة. تمام، صار شو الاجتياح المصري والسوري، وكان خطر حقيقي للكيان الصهيوني بهذاك اللحظة. تمام،
وصار اللي صار بالأخير، قدروا يقلبوا الحرب. بس نتيجة لهذا الحرب عملوا قانون جوات الاستخبارات والجيش الإسرائيلي اللي بيسموه the tenth man rule، قاعدة الرجل العاشر. أوكي؟ إذا أنتوا بغرفة وعم تحكوا بدكم تتخذوا قرار، خصوصا إذا قرار استراتيجي مهم، أوكي؟ الكل بيحكي عن رأيه إذا موافق ولا مش موافق. إذا وصل لآخر واحد والباقيين اللي بالغرفة كلهم على رأي واحد، آخر واحد إجباري لازم يأخذ الرأي المعاكس. حلو. ما بطلع لهش يختار نفس الرأي. لازم يختار الرأي المعاكس ويصير يدافع عنه. هذا يجبر الفريق كله إنه يضمن إنهم عم بيشوفوا كل شيء. قصدك عشان ما يصير في جروب ثينك. بالضبط. ما يصيرش في جروب ثينك، ما يصيرش في كومبليسنسي. آه الكل حكى خلاص أنا بحكي هيك، ما موت الجماعة روحنا زي ما بنحب نحن نحكي كثير. أنا بكره هاي الجملة صراحة، لأنه الناس بتستخدمها لتتهرب من المسؤولية. صح. فاللي بحاول أسويه إنه دائما بالفرق لما أكون أنا عم بحكي مع الكل بحاول أكون آخر واحد بيحكي عن رأيه. ممكن الكل يكون يحكوا بإشي وموافقين عليه وأنا موافق معهم، بس إذا شفتهم كلهم موافقين أنا إجباري بأخذ العكس وبصير أدافع بقوة إنه ليش العكس أحسن، عشان نضمن إنه عم نفكر في كل شيء. كثير بحب الناس بتعتبرني مفلسف نتيجة لهاي، بس شو يعني بالعكس يعني أنا بأيدك بهذا الموضوع وبحترم إنك أنت عم تكون شجاع إنه إنك تكون هذا الشخص. بعد ذلك مو سهل، لأنه زي ما حكيت أنت بصير ناس يتهموك إنك أنت دائما ذو رأي مغاير، صح؟ نعم نعم. طب رهيب. يعني I think إنه يعني حكينا كثير عن شغلات اللي هي إن شاء الله إذا إنه كل يعني التيمز اللي بالوطن العربي خلينا نحكي أو أي حدا عم بسمع هون أخذوا منها جزء معين، أكيد رح تفيدهم إنهم يعملوا تيمز هاي بيرفورمينج أكتر، اللي هي تيمز ذات ماتش تيمز إن إكسبيديا إن فيسبوك إن بلو كنجرو سابقا. يعني honestly يعني I would بحب يعني إنه كل حدا عن جد يفكر باللي حكيناه اليوم ويحاول ياخذ العبرة يعني منها. ويعني في عندك أي شيء حاب تضيفه بالأخير يعني إنه لأنه الوقت يعني ما بسمح لي أطول أكثر. بالعكس، أول شيء أسلم كثير على الفرصة هاي. بتعرف إنه قديش هذا الموضوع بتهمني أنا، شكرا إنك أعطيتني مجال إنه أحكي بشوية أشياء من هاي. بالنهاية بدك تلاقي what makes sense للفريق تاعك. لازم العملية لازم تكون أورجانيك، لازم تكون عضوية. ما في شيء اسمه تمسك هاي البروسيس وتزتها هون وتنجح. وهذه أنا بعتبرها واحدة من أكبر الدروس تعلمتها في إكسبيديا، إنه أنا لما جيت هناك حكيت أنا في بلو كنجر وكنت عامل بروسيس ناجحة جدا، مسكتها وزديتها في إكسبيديا وكانت مش ناجحة. خلينا نحكي it was an absolute failure من ناحيتي أنا. وتعلمت كثير إنه لازم تفكر منيح what makes sense هلا للمجموعة هاي. وإذا بنيت بروسيس ونجحت مش معناها هاي البروسيس لازم تطلعها، لأنه الفريق بتغير من ناس، يعني راح يفوتوا ويطلعوا ناس من الفريق، فلازم كل مره ترجع تعيد دراسه البروسيس هل هي سليمه ولا لا. والناس اللي بالفريق نفسهم راح يتغيروا مع الزمن، راح يتعلموا راح يكبروا، فالبروسيس اللي بتزبط اليوم مش معناه انها هي نفس البروسيس بعد 6 اشهر ولا بعد سنه. ف just make sure it's organic، انه انت عم بتفكر شو اللي بيخدم الفريق. يعني البروسيس لازم تساعد الفريق مش تربط الفريق. So don't go by the book، يعني انه تعلم يعني اعرف من يعني اعرف اكثر من طريقه، اقتبس شوي من محلات معينه، بس ما تاخذ إشي وتحكي انه هذا لازم امشي على هذا التيم مع انه ممكن يكون غلط بالنسبه لهم. ودائما ضلك عيد التفكير انه هل هذا الإشي بزبط مع عم بزبط. اذا انه التيم ما عم بيخلص السبرنتس على الوقت، رد فكر انه هل السبرنتس صح، يعني هل 14 يوم بلكي لازم يكون سبرنتس 1 مانث فور اكزامبل. انا بحكي صح مثلا think outside of the box. ممكن ما بدك سبرنتس، يمكن الاجايل is not for you، يمكن كيف بتعرف الارقام، يمكن how you run the process، يمكن شو تعريفك للستوريز، you need to break them down even further. يمكن في كثير شغلات ممكن يعني في so many levers ممكن تحركهم طلوع ونزول لتقدر تشوف شو اللي بيناسب الفريق. المهم انك تلاقي شيء بيساعد الفريق ينجح. الفكره انه البروسيس لازم تخلقها لتخلي الفريق ينجح، مش بروسيس هاي والله هاي الـ شو اسمه بروسيس بدنا نستوردها وبدنا نعملها وبدنا ننجح. كثير شوي حلو. طيب شكرا كثير الفيصل، يعني عن جد كان موضوع شيق وبروبلي رح نحكي مره ثانيه على حلقه ثانيه. يعني انا لانه honestly
كتير بحب طريقة تفكيرك و يعني الله يحييك بحترمك بهذا الموضوع. تسلم. فشكرا الفيصل ويعني نراك قريبا بالتوفيق.